ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه الساعة قربت قال اقتربت الساعة وانشق القمر الساعة قربت الحساب قرب لقاء الله قرب الموعد قرب اقتربت الساعة اقترب للناس حسابهم والنتيجة شنو وهم في غفلة معرضون ربنا أخرنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا يقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ربنا يقول لهم كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون قالت لعمري ما يغني الثرى عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فقال لها أبو بكر الصديق لا يا بنيتي ليس كذلك ولكن قولي كما قال الله تعالى وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد تفر تهرب من الموت كأنك بتمرق منه لا ربنا قال قل لن ينفعكم الفرار من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد في سورة قاف والقرآن المجيد ذكرى ومواعظ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كثيراً في الجمعة والمجامع الكبيرة لما جاء في حديث أم هشام بنت الحارث بن النعمان الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الجمعة قالت وأخذتها عنه في الجمعة قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة لما اشتملت عليه من ذكر بدء الخلق والمعاد والبعث والحساب والجزاء والجنة والنار والترغيب والترهيب وفي هذه السورة آيات فيها موعظة عجيبة تبدأ من قوله تبارك وتعالى وجاءت ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه
ربنا سبحانه وتعالى الخالق الباري يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماوات والأرض إلا في كتاب مبين. ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني الشيء اللي بيخطر في نفسك ربنا بيعلمه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله غفور حليم. لكن من رحمة ربنا على العباد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذا خطر في بالك شيء غلط، حرام، معصية، منكر، خطر في بالك لكن ما عملت حاجة، ما تكلمت ولا نفذت شيء، ربنا ما بيسألك، ما بيحاسبك. ما خطر في النفس، لكن الآيات دي عجيبة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن مقصود بها الملائكة، وده ما تأويل، لا، سياق الآيات. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، ملائكة ملكان، يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذن أي إنسان وكل به ملكان يكتبان كل ما يتكلم، كل ما يعمل، كل شيء مكتوب. يتلقى المتلقيان، سمي متلقي لأنه بيتلقى أي حاجة، أي عمل. يتلقى المتلقيان عن اليمين يكتب الحسنات كما قال الحسن البصري، وقال كذلك الأحنف بن قيس: لكل أحد ملكان يكتبان كل شيء، أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن اليسار يكتب السيئات، وصاحب اليمين على اليد اليمين أمير على ملك الشمال. لما يعمل العبد معصية ملك اليمين يقول لملك اليسار: لا تكتبها، انتظر لعله يستغفر، إذا استغفر منا وتاب ما بتكتب، إذا ما استغفر منا تكتب عليه. عشان كده الأحنف بن قيس قال: وملك اليمين أمير على ملك الشمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد معد لهذه الوظيفة. يعني ده شغله، رقيب عتيد. ورقيب وعتيد في ناس بظن انه ده لقب او اسم للملكين الاثنين، يمين رقيب والشمال عتيد، لا، رقيب وعتيد صفتان لكل ملك منهما. اي ملك رقيب بيراقب اعمالك، واي ملك عتيد اي معد لهذا. شكد السلف كانوا بيقولوا الانسان لو خلا بنفسه، في ناس الواحد لما يكون براو قدام الناس ممكن يعمل حاجة كعبة، يخشى من الناس، يستحي. لمن يخلو براو يعمل منكرات. وأخص بهذا وإن كان ديل أقل حالا من منكرات عظيمة حجينا في الآيات بعد شوية، لكن ما يفعل الناس الكثير الليلة أو كثير من الناس فيما يخص التلاعب بوسائل الاتصال ونشر الفواحش والاستماع ومشاهدة الأشياء الخليعة والقبيحة
من خلال وسائل التواصل والواتساب والحاجات دي. الزول ما بكون براه وقاعد في البيت، ما في زول شايفه، فاتح موبايله، بتخيل انه ما في رقيب عليه، خلاص يحضر ما يشاء، يشاهد الافلام الخليعه، يشاهد كده براه كده، ما في كانه ما في زول بيراقبه. استحي من الملكين يا اخي، استحي من ربنا سبحانه وتعالى اللي بينظر لك، وربنا سبحانه وتعالى بيحاسبك وشهيد عليك. الملكين موجودين. سبحان الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي حاجة مكتوبة، حتى ذكر عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، أكان في مرض الموت يئن، الأنين الواحد تاع المريض يئن، قاموا جنبه كلموا، قال له ذكر عن طاووس رحمه الله تعالى أنه يقول الملك يكتب حتى أنين المريض. فسكت الإمام أحمد، بقى ما بإن ذاته تاني. يا أخوانا السلف ديل كان براعوا لكلامهم، الكلمة الواحدة براعوا ليها، لكن إحنا هسه الواحد بس داير يتكلم، صح غلط حلال حرام، بس داير يتكلم، أي شيء جاء في ذهنه داير يقوله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد مكتوب. سبحان الله. بعدية طوالي، ده ما بيتعلق بالدنيا والحساب أو كتابة الأشياء في الدنيا. بعدية قالوا وجاءت سكرة الموت بالحق. الموت قريب، ما من إنسان إلا وسيموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الموت ده مصير كل أحد، كل ابن أنثى، وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. الموت مصير كل إنسان، كل إنسان، صغير كبير، وزير غفير، كل الناس مصير ما الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجاء سكرة الموت، الملائكة تنزع في الروح، تنزل الملائكة، لو كان مؤمن، ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ينزل يجلس منه مد البصر قدر ما يشوف كده، قدر ما يعاين ملائكة، ويجي ملك الموت موكل امسك الروح، يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يجي ملك الموت يجلس عند رأسك، خلاص حانت ساعة الفراق، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. أنت بتعاين يا هدى والدك قدامك أو والدتك أو طفلك الصغير، بتعاين له يلفظ الأنفاس الأخيرة، يفارق الدنيا، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تشعرون. الملائكة منتظرة، تجي الساعة بتاعة الفراق تقبض الروح، لو جاءت الدنيا كلها تاني ما ترجعها، خلاص انتهى الأمر. سبحان الله، يوم من الأيام كنت جالس مع واحد معتبر نفسه شيخ كبير وبينفع الناس وبضرهم، يكتب لهم الأوراق والحجبات وكذا، وخلاص عامل نفسه الكل في الكل، كأنه الأمر في يده. ذاك المريض جابوا له، والدائرة الجنة جابوا له كذا، ولده وبكره الكبير ولسه صغير، يعني هو ما عمره ما حوالي كم 30 سنة ومتزوج جديد، ويلفظ أنفاسه الأخيرة، خلاص الرمق الأخير والموت، وأبوه قاعد جنبه، وكان بيدعي إنه شيخ كبير ولصالح، وولده بموت قدام عينه، والأب ما قادر يعمل أي حاجة. عشان كده ربنا قال وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وجاءت سكرة الموت بالحق. سيدة عائشة رضي الله عنها دخلت على أبي بكر الصديق، صديق الأمة وأعظم رجل في الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وهو يموت، فتمثلت ببيت شعر لأحد الشعراء،
قالت لعمري ما يغني الثرى عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال لها أبو بكر الصديق: لا يا بنيتي، ليس كذلك، ولكن قولي كما قال الله تعالى: وجاء السكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد، تفر، تهرب من الموت كأنك بتمرق منه، لا. ربنا قال: قل لن ينفعكم الفرار من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أينما تكونوا يدرككم الموت. يقول: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنت بتتخيل وراك تهرب منه، ما دار تموت، ما في زول دار يموت. ربنا قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أيا كانت زول تلقاه حياته تعيسة وفقر وضنك وأي شيء تعبان وما داير يموت. الكلى يقول لك ما شغالة كويس، وجسم تعبان وما بيقدر يمشي وعمى، وبقى زول كبير والسن يتقدمت له، وبعد داير أولاده يسوي ودوه وين؟ مصر، ودوه الأردن، داير يتعالج. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، لكن المصير خلاص، جاء سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد، معنى الآية يعني ما بتقدر تفر، ما كنت منه تحيد. بعدية قال: ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كيف أنعم، كيف أتنعم بالدنيا وصاحب الصور قد التقم القرن. البوق اللي بينفخ به التقموا، أخذوا في فمه، وحنى جبهته إلى الأرض ينتظر الإذن لينفخ. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. خلاص مرقوا من القبور. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ده اليوم الموعود، حساب جزاء على العمل الكتب بتعمله زمان في الدنيا، ذاك يوم الحساب، يوم الجزاء. ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. أي زول معه ملكين، ده مصيرنا يا أخواننا. نفرح في الدنيا ونمرح ونلعب ونستمتع بالأكل والمعاش، نستمتع بالأولاد والمساكن، نستمتع بالدنيا. وجاءت كل نفس ما سائق وشهيد. ملك بيسوقه وملك بيشهد عليها. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، إنسان غافل ولاهي. ربنا قال: اقترب للناس حسابهم، خلاص قرب. ربنا قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الساعة قربت، قال: اقتربت الساعة وانشق القمر. الساعة قربت، الحساب قرب، لقاء الله قرب، الموعد قرب. اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم، والنتيجة شنو؟ وهم في غفلة معرضون، غافلين، كأنه الإنسان ما حيحاسب ولا حيقوم. سبحان الله. قال: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، لأنه ما بشوف كويس في الدنيا، يشوف الحق باطل والباطل حق، ما شايف تمام، لأنه عينه دي عليها غشاوة. الغشاوة جاب شنو؟ جاب الهوى، الطمع في الدنيا، حب السيادة، حب جمع المال، حب غير وغير، والتحزب والضلال والباطل، عينه عليها غشاوة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك ف
فبصرك اليوم حديد، بصرك ينظر نظر تام، ينظر تمام. في الوقت ذاك المجرم بيقول ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لكن ماذا رجع؟ ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. ربنا يقول لهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ربنا أخرنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ربنا يقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ربنا يقول لهم كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خلاص، فبصرك اليوم حديد. بعد ذا قرينه يتكلم، القرين الأول ده الملك، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، يقول لي ربنا كتبت عنه أي حاجة، أي شيء عمله كتبته، هذا ما لدي عتيد. والله يا أخواننا مشكلة، ووضع الكتاب ده كتابك اللي عملته أنت، ما كتبوا عليك، ما في حد ظلمك، ده عملك أنت. هذا ما لدي عتيد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هذا ما لدي عتيد، ده عملك. بعد ذاك ربنا يقول ألقيا في جهنم، خطاب للملكين السائق والشهيد، أمر انتهى خلاص، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. كفار كفر كثير، كل كفار عنيد مناع للخير، بيمنع نفسه من الخير وبيمنع غيره، مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد يعتدي على حق الله، يعتدي على حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعتدي على حق الوالدين، يعتدي على حق الجيران، يعتدي على حقوق المسلمين. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، أمر مريب ما بتطمئن له، أمر مريب معتد مريب. وأكبر مصيبة، قال الذي جعل مع الله إلها آخر. الإنسان قد يتعدى على الحقوق ويدخل جهنم لكن يخش الجنة بعد ذاك، قد يظلم نفسه بذنب من الذنوب ويعمل جريمة من كبائر الذنوب من المعاصي، لكن في النهاية مصيره إلى الجنة، حتى ولو عذب مصيره يدخل الجنة. المشكلة الكبيرة في الآية البعدية،
قال الذي جعل مع الله إلها آخر، جعل مع الله إله. كيف؟ متى ما اعتقد الإنسان في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله كذا جعل له إلهين. ربنا سبحانه وتعالى يسأل عيسى بن مريم عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ عيسى بن مريم ما قال لزول اعبدني أبدا، وحاشاه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. لكن المشكلة يا أخواننا، في ناس عبدوا البشر لهم، يقول لك لو حصل بك هم نادينا أنا، لو عندك مشكلة أدعوني أنا، كويس؟ يقول لك الصورة بتاعت الشيخ علقها معاك فوق بتحميك من المصائب ومن المشاكل. الناس يمشوا يجيبوا أوراق ويعلقوها ويعتقدوا العقائد دي، ديل جعلوا مع الله إلها آخر وحيندموا بعدين وما بينفعون ويتبرؤوا منهم. ربنا قال: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم، أغلال حديدة تتلف في رقبته بيمسكوا منا الملك. شوف الله الكلام ده كيف يا أخوانا، ده ما كلام يخلي الزول يقف مع نفسه ويوعظ نفسه ويراجع حساباته وعمله. قال: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، يربطون بسلاسل الحديد، والسلاسل يسحبون في الحميم. أول حاجة بجروا جوا الحميم، الحميم الموية الحارة، يسحبوا في الحميم جوا. ثم في النار يسجرون، الملك بيكون ماسكه من الحديد اللي في رقبته، يدخلوا جوا الحميم، من الحميم جوا النار، مرة هنا ومرة هنا، مرة هنا ومرة هنا. الله قال: يطوفون بينها وبين حميم آن، من هنا لهنا. ثم قيل لهم، ده السؤال المهم اللي بيخصنا في موضع الشاهد، قال: ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون؟ ما في الدنيا انتوا قلتوا عندنا ناس شيوخ بينفعونا وبيمسكوا البلد وبيحرسونا وبينفعوا وبيضروا. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله؟ الإجابة شنو؟ قالوا: ضلوا عنا، لأنه بنادوا فيهم جاري منهم لغادي. قالوا ضلوا عنا يا أخواننا، لو كان الزول المعتقد له في شيخ وبعظمه يقوم يوم القيامة يشوف شيخه يا هو ذاته هذا واقف عريان زي الله ما خلقه، ده فيه لك حاجة ينفعك بشنو؟ يحمي منك شنو؟ عشان كده ربنا قال: لا يستطيعون نصر أنفسهم، لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. قالوا ضلوا عنا، مش كده؟ قالوا: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. نكروا ذاته كمان، نكروا كله كله. زول لمن مات انده يا فلان ويا البادراب ويا منو، وتلحقونا ويا البعيدين ويا القريبين، اول ما يموت ينكره، زي ما ربنا قال في الانعام: ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انكروا، انت بتحلف على اي اساس؟ بتغش الله يعني؟ ابدا ما بتقدر. بيحلفوا، قالوا: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. ربنا قال: كذلك كانوا يؤفكون. ما عندهم حلل. عشان كده في تفسير الايات دي اشياء عجيبه. ابن كثير ذكر الحديث، قال: يخرج عنق من جهنم، مصائب، يمرق عنق من النار، وينادي في الخلق: له عينان تنظران بعين، وله أذنان تسمعان، وله لسان ينطق يقول: وكلت بثلاثة. ثلاثة قال دين أنا وكلت بهم، بكل جبار عنيد. ويا أخواننا دي صفات أهل جهنم، ذو العنيد ما يقبل الحق،
تقول له ده الحق وده الدليل، الآية، الحديث، الله قال، الرسول قال. يقول لك يا أخي سيبونا من الحاجات التقليدية دي يا أخي، ده دين له 14 قرن وكده، حاجات تقليدية خلونا منها، حدرنا إيش حياة راغية، راغية لما تقابل جهنم قدامك آية وحديث. شنو اللف والدوران؟ صفات أهل جهنم زول عنيد، عنيد ما يقبل. يا أخي خليك زول هين ولين، طيع يا أخي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال وكلت بثلاثة، ديل ثلاثة العنق بتاع جهنم ده، قال أنا موضوعي مع الثلاثة ديل بس، مش ثلاثة أنفار، ثلاثة أصناف من البشر. قال بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، وفي رواية بالمصورين، كويس، انطوي عليهم ودخلهم جهنم. يا ناس الشدة صعب والله، وأسوأ ومن المواقف السيئة، أتخيل بعدها بيجي القرين الثاني ده الشيطان، القرين الثاني قال قرينه ربنا ما أطغيته، بيجي كمان الشيطان بيتريق عليه في وقت شيطان دق فيه مقلب في الدنيا وأغراه وأغواه، يجي هناك قدام الله يقول ربنا ما أطغيته، أنا ما ضليته، ولكن كان في ضلال بعيد، ضله براو، لأنه الشيطان ما بقي فلك جنب باب الجامع يقول لك ما تصلي، ولا مشى وقف لك جنب باب القبة قال لك تعال هنا علينا جاي، الشيطان بيوسوس لكن ما بيجي عديل، ممكن الشيطان إنسي يجي عديل، كويس؟ قال ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، ربنا يحسم لهم الحوار، لا تختصموا لدي، قد قدمت إليكم بالوعيد من زمان، رسلت لكم رسل، الرسل أخبروكم أنذروكم حذروكم، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، إلى آخر الآيات. عشان كده هذه الآيات من سورة قاف كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتلوها كثير لما فيها من الموعظة، أقراها تأملها اتدبرها تغير في مسار حياتك واللهو والجري وراء الدنيا، وأقبل على دينك وخذ حظك الوافر من الدين قبل الحظ الوافر من الدنيا. في ناس عندهم أكلمك النصيحة، الدنيا كل الوقت للدنيا، بس الوقت كله ما يقبل يطول الصلاة دقيقة واحدة، ما يقبلها، لأنه عنده تجارة وعنده زيارات وعنده رحلات ترفيهية وعنده مكالمات بيجيو ورسائل بالواتساب ونسى، ما فاضي للدين، لكن الدنيا فاضل ليه، يساهر ويقوم بدري ويسافر ويقعد كل للدنيا. وين دينك يا أخي؟ وين دينك يا أخي؟ أرعى دينك واهتم بدينك، ما ممكن أنت تكون إنسان عبارة عن عبد للدنيا فقط، إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ما ممكن يا أخي. أنظر لدينك عباد الله، نحتاج إلى تأمل القرآن والاستفادة منه وتدبر الوحي الكريم وكذلك السنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويفرج همومنا ويستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا، وأن يكفينا ما همنا، وأن يشفي مريضنا ويرد غائبنا ويقضي كل حوائجنا، إنه جواد كريم. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.